لسه في الأجواء الأوروبية، لكن المرة دي مع النجم المغربي يوسف النسيري لاعب أشبيلية الإسباني اللي سجل هدف لفريقه امبارح أمام أيندهوفن الهولندي، واللي بيعتبر رقم 9 في تاريخ اللاعب ببطولة دوري أبطال أوروبا. بالهدف ده أصبح يوسف النسيري أكثر لاعب مغربي بيسجل في المسابقة القارية عبر التاريخ، وبكده بيتفوق على زميله حكيم زياش صاحب الـ8 أهداف في البطولة حتى الآن.